قصه في النادي الاهلي، لكن هنروح لكره اليد اللي كابتن خالد العوضي النهارده اعلن عن مدير فني جديد داخل النادي الاهلي. وقال خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اعلن عن التعاقد مع الدنمارك ستيفن ماتسن لمده موسمين لتولي مهام المدير الفني للفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي. وقال العوضي ان ستيفن وقع على العقود على ان يتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد، واضاف ان ستيفن صاحب سيره ذاتيه قويه حافله بالانجازات مع الانديه والمنتخبات التي تولى تدريبها، خاصه انه احد الاسماء الكبيره في عالم كره اليد. وتابع العوضي قال ان التعاقد مع ستيفن ياتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب للتعاقد مع افضل الاسماء للمنافسه بقوه على حصد البطولات. ده كان يعني المدير الفني الجديد لكره اليد بالنادي الاهلي، وهو جاي على فرقه جاهزه جدا وبتنافس بقالها فتره، ويعني فرقه راح كاس العالم للانديه، فرقه عندها سكواد قوي، ويمكن فعلا بصمه كابتن خالد العوضي في فريق كره اليد باينه جدا، واختياراته موفقه جدا. يعني نتمنى التوفيق لمدرب كره اليد الجديد لسه مع النادي الاهلي، لكن مع حبيبه زعتر لاعبه الفريق الاول لكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي، اللي اعربت عن سعادتها بتوقيع عقود انضمامها للنادي الاهلي، وقالت انها اخيرا نجحت في تحقيق حلم حياتها بالانضمام للقلعه الحمراء. اضافت حبيبه ان المفاوضات بدات منذ وقت طويل بعد تواصل مسؤولي الاهلي معها ليتم الاتفاق على كافه التفاصيل وانهاء الامور سريعا، خاصه وان رغبتها الاولى والاخيره كانت اللعب في النادي الاهلي. وقالت وافقت على الانضمام للأهلي بدون أي شروط من أجل تحقيق حلمي وارتداء القميص الأحمر، وأنا أعرف جميع لاعبات الفريق جيدا، حيث تجمعنا صداقات قديمة وتقابلنا كثيرا في معسكرات ومباريات منتخب مصر لكرة الطائرة. وأكدت حبيبة أنها تعلم صعوبة المنافسة في الأهلي، فجميع اللاعبات على مستوى عالي، ولهذا سوف أحاول بأقصى جهد أن أندمج مع الفريق للفوز بكل البطولات. وكمان قالت كنت أمتلك عروضا كثيرة من داخل وخارج مصر، ولكني فضلت الانتقال للأهلي من أجل تحقيق حلمي منذ الصغر، وأنا سعيدة جدا بالتوقيع، خاصة وأنني أعشق الأهلي منذ صغري ونشأت في عائلة جميعها يشجع النادي الأهلي. وأضافت طموحي مع الأهلي هو التتويج بكل البطولات، وحصلت على العديد من الجوائز مع منتخب مصر، أبرزها أفضل ليبرو في العالم مع منتخب الناشئات في المكسيك عام 21، بالإضافة إلى أفضل ليبرو في أفريقيا مع منتخب الشابات. ومبروك عليك الأهلي وبالتوفيق للكرة الطائرة الأهلوية، وهي داخلة مع منافسة قوية جدا، لأن مركز الليبرو في النادي الأهلي فيه ندى واحدة من أحسن برضو الليبروهات في مصر يعني، وده النادي الأهلي دايما بيحب صفوفه متكاملة، لازم الأحسن اللعيبة في كل الألعاب يكونوا موجودين، ودي منافسة شريفة جوه التدريب، وهي مستعدة لده. وقالت ده في تصريحاتها، والمدير الفني هو صاحب القرار الأول في اختيار المجموعة اللي هيعتمد عليها ويلعب، وكل لعيبة النادي الأهلي بصراحة في الطائرة مميزات جدا يعني. لسه مع النادي الأهلي، ولكن هنروح لفريق أكاديمية كرة الماء بالنادي الأهلي، اللي هتتوجه إلى اليونان للمشاركة في بطولة الهابا وابا باليونان لأول مرة في تاريخ النادي. وحرص وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء على الاجتماع مع الجهاز الفني ولاعبي الأكاديمية من أجل دعمهم وحثهم على بذل أقصى جهد خلال البطولة. واختتم فريق كرة الماء تدريباته ظهر اليوم في حمام سباحة النادي الأهلي قبل التوجه لمطار القاهرة لاستقلال الطائرة إلى اليونان للمشاركة في بطولة الهابا وابا. كل التوفيق طبعا. وكابتن وائل عزت برضو من الناس اللي لازم نقول إنها عاملة مجهود مع ألعاب الماء في النادي الأهلي بشكل عام، وكعادتنا بندور على تطوير الألعاب داخل النادي الأهلي. هنطلع فاصل صغير.